جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي اخترنا منها لكم: جوجل ستضيف ميزة تمنع الإعلانات افتراضيا. جاء في تفاصيل الخبر: تعتزم شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة لمنع الإعلانات ضمن نسخة سطح المكتب ونسخة الأجهزة المحمولة من متصفح الويب الشهير كروم. الميزة التي يمكن تشغيلها افتراضيا داخل كروم ستعمل على تصفية بعض أنواع الإعلانات الإلكترونية التي ينظر إليها على أنها تقدم تجارب سيئة للمستخدمين أثناء تصفح الويب. اخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية هذا العنوان: مايكروسوفت ستطلق تحديثات ويندوز المقبلة في شهري مارس وسبتمبر من كل عام. كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تستعد لإرسال التحديث الرئيسي الكبير لنظام تشغيل ويندوز وحزمة برامج أوفيس في شهر مارس وشهر سبتمبر من كل عام. تقارير سابقة أشارت إلى وجود ميزة تمنع التطبيقات من العمل في الخلفية لتوفير طاقة البطارية، بالإضافة إلى تغيير في تصميم واجهات النظام وإضافة مزيد من الشفافيات للنوافذ مع تغيير في تصميم قائمة ستارت. صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: انستغرام يدعم العمل بدون اتصال بالإنترنت. كما هو الحال في فيسبوك، أصبح انستغرام يدعم العمل بدون اتصال بالإنترنت، بمعنى أنه يمكنك تصفح الصور وإنشاء صور جديدة والإعجاب والتعليق بدون الحاجة لتوفر اتصال حالي بالإنترنت. ولاحقا عند الاتصال سيتم تطبيق كل شيء ومزامنته. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية: وأبل تسعى إلى تصنيع أجهزة باستخدام مواد معاد تدويرها. وضعت مجموعة أبل الأمريكية للمعلوماتية هدفا لها بالاكتفاء يوما ما باستخدام مواد معاد تدويرها في تصنيع أجهزتها، وشجعت أبل زبائنها على تسليمها أجهزتهم القديمة، مشيرة إلى أنه تعمل على تقنيات جديدة لإعادة التدوير.